مساء الخير عليكم جميعا. في ناس يسألوني إيش الاختيار الأفضل، نيورولوجي ولا نيوروسيرجري؟ فرق كبير بين الاثنين، لكن في الدقائق الجاية أنا حاول أعطيك وجهة نظري بين النيورولوجي وبين النيوروسيرجري، وإيش اللي يتوقع منها في ريزيدنسي، وغالبا إيش يتوقع منها بعد ما تخلص الريزيدنسي. أول شيء الحلو في النيورولوجي والنيوروسيرجري إنها under neuroscience department، usually department مختلف ما هو مع الميديسين، وحتى النيوروسيرجري عادة ما تكون مع السيرجري، فتعطيك استقلالية، تحس بأنه أنت you're really dealing with a separate system، فأنت هتلاقي نفسك أنك ما أنت مع الميديسين ولا أنت مع السيرجن، it's a really different department، فتري تعطيك تري استقلالية أكثر، تعطيك تحس أنه وهذا مناسب للناس اللي يحب الميديسين بس ما يبغى يكون تحت الميديسين، ويحب السيرجري لكن يبغى يبعد، يعني ما يكون تحت السيرجيكال ديبارتمنت مباشرة. كلهم they are dealing with the nervous system، كلهم الاثنين during the residency النيورولوجي ريزيدنت حيشتغلوا شويه نيوروسيرجري عشان يتعلموا، والنيوروسيرجري حيشتغلوا شويه نيورولوجي لانه هم يحتاجوا بعض. فاذا انت نيورولوجي حتشتغل كثير مع نيوروسيرجن، واذا انت نيوروسيرجن حتشوف وجهه كثير النيورولوجيست، فهذه برضو حاجه ثانيه مهمه تحطها في بالك. وهذا خلينا نطبق على المناوبات، نطبق على العيادات، نطبق على المرضى، احيانا نروتيت بين ذيس تو كلينكس لوت اوف تايمز. نيورولوجي زي ميديسن في اشياء انها يو هاف ساينز اند سيمتومز وتفكر فيها وتحللها، اند ذن يو كم اب وذ يوجوالي اناتوميكال دايجنوزز، وبعدين دايجنوزز ديفرنشال دايجنوزز. سيرجن ذي نو اناتومي اوف كورس لانه ذي ار ريلي دوينج وذ لايف اناتومي، والسيرجن ما حيقعدوا في تفاصيل الساينز اند سيمتومز، وير از ذس ليجن، وات از ذس ليجن، اكثر من انه they know it's brain stem problem, they know it is really lateral medial whatever it is, لكن let's look at the MRI to delineate the problem. فهم ذا ريلي فيجوال، يعتمدوا كثير على الام ار اي زي ما احنا نعتمد كثير على الام ار اي، لكن انا اقصد انه هم تصور انه the matter of detailed history detailed physical ما ياخذوا زي ما احنا ناخذها. هذا من وجهه نظري انا، قد اكون غلطان لكن هذه من وجهه نظري انا. الفرق الثاني انه النيوروسيرجن عشان because it's a surgery فتوقع كثير حكاية الفيزيكال لود في الشغل، توقع كثير حكاية اللونج وركينج اورز، وبينما الميديكال احنا مختلفين على انه it's really medical approach to issues that we can do over the phone, we can discuss, we need to see the patients, we need to look at everything related to the patients, لكن at least يعني هي mental load اكثر من physical load، وهذا الشيء اللي زي ما تتوقع بين الميديسن والسيرجري. فهذا فرق كبير، إذا أنت من الناس اللي ما تحب إنك تشتغل سيرجري كثير يعني فيزيكال لود كثير، نيورولوجي probably will fit you. إذا أنت within the neuroscience spectrum neuroscience idea itself. الآن صعب إني أقارنك the knowledge content في النيورولوجي مقارنة بالنيوروسيرجري، لأنه كأني أقارن بالميديسن والسيرجري وهو مقارنة مرة كبيرة. إذا أنت تحب الميديسن وليك بال في النيوروساينس فنيورولوجي في الفيتيو، اذا انت تحب السيرجيكال لكن والنيوروساينس بس ما تبغى تكون نيورولوجيست فنيوروسيرجري ات ويل فيتيو. ما ابدا انا امدح نيورولوجي وابدا اقول لك وات تو اكسبكت في الديزيزز، هاو تو بليز يور سيلف وذ هيستوري اند فيزيكال، حتلاقي ابداع لا، لانه هذا حكون انا بايس، اوف كورس ام بايس تو نيورولوجي، لكن انت يمكن لو عملت شهر نيورولوجي وشهر سيرجري واشتغلت مع نيوروسيرجن وشفت كيف الفرق، يمكن نوعا ما مع انه ما تكون كفايه في الانترنشيب، بس يمكن تعطيك فكره انه ترى هذا نيورولوجي، وتعطيك فكره انه اوه ذيس از نيوروسيرجري. انا اقدر اتكلم دحين على الاشياء وات تو اكسبكت از ذا ديزيزز تو سي ان نيورولوجي، ترى فن، ترى عالم ممتع. انا الحمد لله لو انه زمن رجع بي واختار نيورولوجي اختار نيورولوجي حقيقه. والآن وضع النيورولوجي أحلى كمان من وضع النيورولوجي قبل 10 سنين مثلاً، in terms of the outcomes, in terms of the variety of treatment, in terms of how it is really evolving. لو كلمت نيوروسيرجن هتلاقي الانترفنشن والسيرجيكال ابروتش تو سكال بيس ديزيزز versus سيريبرال ديزيزز versus سبال ديزيزز، فأنا خطأ إني أتكلم لك أقارن لك بين دي ودي. فكر أنت تبغى ميديكال ولا سيرجيكال within the neuroscience، كلها nervous system diseases you will really enjoy it. لكن ضروري تعرف انت سيرجيكال ولا ميديكال. بالنسبه لي لما تخلص الريزيدنسي نيورولوجي لايف ستايل از سيميلر تو انترنال ميديسن، يعني اتس اول كونسلتيشن بيست، نشوف المرضى وما فيها فيها لوت اوف منتال ايفورت نوت ا لوت اوف فيزيكال ايفورت. سيرجن
حيكملوا حياتهم في الاو ار، حيعيشوا في الاو ار، and they will never let go of the OR لانه ذا سيرجن. فاذا انت بتعيش حياتك طولها سيرجن او انك تعيش حياتك اوفيس بيست براكتس موست اوف ذا تايم، هنا هذه برضه تساعدك انك تحدد انت فين حتروح. في فرق ثاني مهم وهذا مش ممكن مو موضوعنا، if you talk about salary now salary، هنا احنا عندنا في السعوديه الشغل كله salary based most of the time، فما حيفرق انت سيرجن انت ميديسن. حتى انا عندي يعني تحفظ على النظام هذا، لكن هذا اللي حاصل انا انه ار او salary based. if it is a fee for service surgeon they should make more money than internist or neurologist لانه في كثير physical load. ولكن هذه قضية مش كبيرة أن تحددها، لأنه إذا من الآن إذا فكرت إنه الفلوس ما فلوس وكيف أسوي الإنكم حقي وكذا، يمكن تلاقي نفسك مشيت في طريق خطأ ما أنت مستمتع. بينما حط استمتاعك، حط اللي تبغاه أول شيء. آخر حاجة إن شاء الله موفقين، تختار نيورولوجي أو تروح نيوروسيرجري، موضوع راجع لك. ونحتاج النيورولوجيست كثير، نحتاج النيوروسيرجن كثير. الفعل النادرة أكثر من النيورولوجي والنيوروسيرجري اللي هو بيدياتيك نيورولوجي. And this is something you may really consider if you are into neurology, neurosurgery, يعني spectrum. لأنها العدد كذا مرة قليل في السعودية، تعدهم كذا بالعدد زي كذا جمهور فريق أنا أعرفه. حطها في بالك. هي ما هي بعيدة عن النيورولوجي، هي شوية شبه البيديات. وفي برضو ترى بيدياتيك نيوروسيرجري وهذه كمان قليلة في البلد. عموما بتوفيق لكم جميعا، تحياتي.